السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، نشرة أخبار الرياضة نقدمها لكم مباشرة من الجزائرية الإخبارية الثالثة. بداية، حصدت العناصر الوطنية لجيدو 9 ميداليات خلال البطولة الإفريقية للأشبال والأواسط الجارية بمدغشقر، ونال المصارعون الجزائريون ذهبيتين فضيتين وخمس برونزيات من أصل 32 مصارع مشارك في البطولة. إلى ذلك، تتواصل في وهران تحضيرات المنتخب الوطني للجودو السيدات استعدادا للاستحقاقات الدولية القادمة، أهمها البطولة الإفريقية شهر سبتمبر بمشاركة أبرز الأسماء التي شرفت الراية الوطنية في البطولة العربية الأخيرة. أمين بالقدوري أعد الورقة التالية. بمشاركة أبرز المصارعات يواصل المنتخب الوطني للجودو السيدات تحضيراته في التربص الإعدادي بوهران، والذي يسعى من خلاله الطاقم الفني الحفاظ على ديناميكية الانتصارات تحضيرا للمواعيد المقبلة. نطمح من خلال هذا التربص الى الوصول الى الاهداف المسطره، يعني متمثله من الجانب البدني والجانب التكتيكي والجانب الذهني. التربص يجري في احسن ظروف، ما فرطوش لا ليغ دو دورون في الاستقبال وفي يتبعوا فينا في كل كبيره وصغيره، الحاجه اللي ندمونديوها راهم يجيبوها لنا. بون عندك التحضير هو لوبجيكتيف برينسيبال سي لو شامبيونا دافريك. دوره الماستر في المجر والجائزه الكبرى في كرواتيا الى الجانب البطوله الافريقيه شهر سبتمبر المقبل هي اهم المنافسات التي تنتظر سيدات البساط الجزائري. عندنا دورة بيدابيس اللي ما حتكونش سهلة، هي 36 رياضي عالمي، دونك حتكون توب دي توب، إن شاء الله نعملوا نديروا أن بون باركور، توجور الهدف تاعنا هو حصد النقاط اللازمة للتأهل للألعاب الأولمبية. عندنا غران بري في كرواتيا إن شاء الله، ومن بعد مر التورنوا كاين ستاج واحد آخر، ستاج الأخراني تاع بريباراسيون للشامبيونات دافريك، وإن شاء الله حنايا أنا نخدموا رانا نتعبوا. وان شاء الله تعبنا ما يروحش باطل، ان شاء الله نجيبوا تيتر شفنا دافريك ان شاء الله. استحقاقات كلها تندرج في اطار التصفيات المؤهله الى الالعاب الاولمبيه العام المقبل. تقام حاليا بطولة كأس الأمم لكرة السلة 3 في 3، والتي تقام بملعب واغنوني بمشاركة 6 دول. ولمعرفة آخر الأخبار معنا مباشرة من هناك الزميل بلال بناري للتعرف على نتائج سيدات المنتخب الوطني أمام نظيرتهن المصريات. بلال مرحبا بك، ما هي آخر الأخبار عندك؟ نعم، تحية لك الزميل بلال بوزيدي ولمتابعينا الكرام عبر الجزائرية الثالثة في هذا الفضاء الإخباري الرياضي. أجواء رائعة يعيشها ملعب واغنوني بمناسبة هذه الدورة الدولية في كرة السلة 3 ضد 3، هذه الدورة المؤهلة لبطولة العالم المزمع إجراءها في منغوليا شهر سبتمبر المقبل. المباراة الافتتاحية لهذه الدورة كانت بالإناث، المنتخب الوطني هزم نظيره المصري ب20 نقطة مقابل 4 في هذه الأثناء. تجرى مباراة الرجال بين منتخبي مصر وكينيا والنتيجة تشير إلى التعادل في مباراة مثيرة. سنعود إليك بعد قليل بلال لمعرفة آخر النتائج هناك. في موضوع آخر، انضم قائد المنتخب الوطني لكرة القدم رياض محرز إلى صفوف الأهلي السعودي لمدة 4 سنوات قادمة من مانشستر سيتي الإنجليزي، وكشف النادي السعودي انتقال اللاعب إلى صفوفه أين يظهر الدولي الجزائري بقميص الأهلي. وأعطت إدارة النادي الإنجليزي الضوء الأخضر لانتقال محرز إلى البطولة الممتازة السعودية مقابل 30 مليون يورو زائد 5 ملايين إضافية. كما اقترح النادي السعودي على محرز أجرة تقدر ب 480 ألف يورو أسبوعيا، أي ما يعادل أجرة سنوية تقدر ب 22 مليون يورو. نعود إلى بلال بناري وملعب واغنوني لمعرفة نتائج سيدة المنتخب الوطني والدول التي ستشارك في هذه الدورة لكأس الأمم هناك. بلال، عودة إليك مرة ثانية، تفضل. نعم بلال، شكرا لك. هكذا في عجالة قلت بأن المنتخب الوطني النسوي انهزم ب20-4 أمام مصر في هذه الأثناء، مباراة مثيرة بين كينيا ومصر لدى الرجال. يحضر معي رئيس اللجنة الوطنية لكرة السلة 3 ضد 3 في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السيد زياد عبد الرحمن. مرحبا بك على قنواتنا واعطينا تفاصيل هذه الدوره. الله يسلمك، مرحبا بكم عندنا هنا في ملعب واغنوني.
في الدورة الدولية المقامة بهذا الملعب من تاريخ 28 جويلية إلى تاريخ 3 أوت. البطولة تعد تحت رعاية الاتحاد الدولي لهذا الرياضة. البطولة مؤهلة لبطولة العالم تحت 23 سنة اللي راح تلعب بمنغوليا. البطولة فيها المنظمة هنا فيها ست دول بما فيها الجزائر، البنين، تونس، المغرب، كينيا ومصر. بطبيعة الحال الفريق الجزائري عنده فلابول تاعه فيها البنين وكينيا. في البطولة تلعب على دورات متفرقة، كل يوم نلعب دورة وكل يوم راح يكون نهائي يعني، وفي الاخير راح تجمع النقاط، ولا الفريق اللي يجمع النهائيات اللي يربح بزاف نهائيات هو اللي راح يتاهل للدوره النهائيه ان شاء الله بمنغوليا. المنتخب الوطني رجال راح يدخل المنافسه امام من؟ امام المنتخب المصري. المنتخب المصري الذي يلعب في هذه الاثناء ومتعادل امام منتخب كينيا بسبعة لسبعة. منتخب قوي جدا بالنسبه للمنتخب المصنف الاول افريقيا والمصنف اظن 25 الساحه الدوليه، يعني منتخب قوي جدا. منتخبنا الوطني متوج بميداليه ذهبيه لدى الرجال في الالعاب العربيه وفضيه لدى السيدات، ما هي حظوظه في ما هي حظوظهم في التاهل؟ ان شاء الله خير كما يقول الشيخ سعدان. حظوظنا عندنا منتخب قوي، حضرنا مليح لهذا منافسة وإن شاء الله فيها خير. واش تقول العائلات الجزائرية في هذه الأجواء الصيفية هنا في ملعب؟ مرحبا بكم وإن شاء الله راح تكون أجواء جد جد ممتعة وإن شاء الله فيها خير. إن شاء الله فيها خير. بلال، هذه هي الكلمات التي ننهي بها هذا المد المباشر، تفاصيل أخرى سنوافيكم بها إن شاء الله في مواضيع أخرى. نعم. بحول الله. سلام بلال. نعم، شكرا جزيلا لك بلال بناري، كنت معنا مباشرة من ملعب واغنوني وبطولة كأس الأمم هناك لكرة السلة 3 في 3. نواصل ما تبقى من النشرة، حيث رسمت شركة سونالغاز عملية شراء الأسهم من شركة بلاك إنجليز بشكل نهائي بعد عقد الجمعية العامة الاستثنائية التي جرت أمس بمقر نادي وفاق سطيف، لتتنقل بذلك الملكية بشكل كامل لشركة سونالغاز التي ستعطي خارطة طريق جديدة لنادي وفاق سطيف وفق تطلعات جماهير ومحبي هذا النادي العريق. وجرت أشغال الجمعية العامة في ظروف حسنة بحضور ممثلين عن الشركتين. قدم نادي مولودية الجزائر لاعبه الجديد مسلم أناطوف لوسائل الإعلام بعد أن أمضى له عقدا يمتد لخمسة مواسم. اللاعب البالغ من العمر 17 سنة سيكون مرتبطا بالمولودية إلى غاية 2028، وتعد هذه الصفقة الثالثة التي تعلن عنها إدارة النادي بعد متوسط ميدان نادي أو متوسط الميدان الإيفواري محمد زوغرانا والمدافع الدولي جمال بالعمري. من جهته حسم فريق شباب قسنطينة صفقة اللاعب زكريا بن شعة ليكون رابع استقدامات النادي القسنطيني بداية من الميركاتو الصيفي الجاري. تعثر فريق شباب بلوزداد في أولى خرجاته في بطولة كأس العربي للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية أمام منافسه الرجاء بهدفين لواحد. هذا وعين الاتحاد العربي لكرة القدم طاقما تحكيميا جزائريا لإدارة مباراة النصر والشباب السعوديين المقررة بداية من الساعة 8 مساء. ويتكون الطاقم من حكم الساحة لطفي بوكواسا بمساعدة كل من مقران غراري وزرهوني أكرم، ولحلو بن براهم سيكون كحكم فيديو رئيسي. في أخبار مونديال السيدات، اقتربت سيدات منتخب الأسود الثلاث من تحقيق التأهل للدور 16 من مسابقة كأس العالم للسيدات المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا بعد فوزهن على الدنماركيات بهدف نظيف لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، ورفعت الإنجليزيات رصيدهن من النقاط إلى 6 في صدارة المجموعة. من جهتهن انتزعت سيدة الأرجنتين تعادلا مثيرا من نظيرتهن الجنوب أفريقيات بعدما كنا متأخرات بهدفين دون رد، وذلك لحساب المجموعة السابعة. وكانت جنوب أفريقيا في طريقها إلى تحقيق أول انتصار في البطولة، إلا أن قوة سيدة الأرجنتين حالت دون ذلك.
كما فازت الصينيات على منتخب هايتي بهدف دون رد لحساب الجولة الثانية، وسجل هدف منتخب الصين الوحيد عن طريق اللاعبة وونغ شوانغ في الدقيقة 74 من ركلة جزاء لتحصد سيدة الصين أول ثلاث نقاط في المركز الثالث خلفا للدنمارك. أما هايتي فبقيت في المركز الأخير من دون نقاط. هذا وفاز المنتخب النيجيري للسيدات على نظيره الأسترالي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما بملعب سونكور بمدينة بيرزبون الأسترالية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لحساب منافسة كأس العالم للسيدات. سجلت أهداف المنتخب النيجيري بواسطة كل من إيشانا كاني في الوقت الإضافي من الشوط الأول وأوسياشي أوهال في الدقيقة 65 لتضيف أسيسايت أوشوالا الهدف الثالث في الدقيقة 72 فيما سجلت هدفي أستراليا إيميلي فان إيرموند في الوقت الإضافي من الشوط الأول وألانا كيندي في آخر أنفاس المباراة. وفي مباراة أخرى من نفس المنافسة فاز المنتخب البرتغالي على نظيره الفيتنامي بهدفين لصفر في المباراة التي جمعتهما بملعب ويكاتو بمدينة هاميلتون بنيوزيلندا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة. وسجل هدفي منتخب البرتغال بواسطة تيلما إنكانكارو في الدقيقة 7 واللاعبة فرانسيسكا نازايث في الدقيقة 21. وعن المجموعة الخامسة تعادل المنتخب الأمريكي مع نظيره الهولندي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب ويست بارك بالعاصمة النيوزيلندية. وكان المنتخب الهولندي السباق في افتتاح باب التسجيل عن طريق جيل رورد في الدقيقة 17 قبل أن تتمكن لينسي هوران من تعديل النتيجة في الدقيقة 62 لصالح المنتخب الأمريكي. بعيدا عن كرة القدم، حطم السباح الصيني تشين هاي يونغ رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق ال 200 متر سباحة على الصدر حاصدا الميدالية العالمية الذهبية بتوقيت قدره دقيقتين وخمس ثواني و48 جزءا من الألف من الثانية، وأنهى تشين السباق بفارق 0.92 ثانية عن ستابيليتي كوك فيما جاء الأمريكي مات فالون في المركز الثالث. نهاية النشرة الرياضية قدمناها لكم من الجزائرية الإخبارية 3 في أمريكا.